وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا بروفيسور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. بعد التحية بروفيسور فؤاد، وكالة الأدوية الأوروبية قالت في أحدث تقرير لها أن الجرعة المعززة من لقاح فيروس كورونا أصبحت ضرورة لتعزيز فعالية اللقاحات. إلى أي مدى يمكن أن تسهم الجرعة المعززة في الحد من الإصابة بكورونا ومتحوراته؟ نعم، بالنسبة للجرعة الثالثة أثبت أنه تقريبا 98% ترتفع المناعة ضد الفيروس، وخصوصا ضد المتحور الأخير الأوميكرون، لأنه سريع بالانتشار وقوي من بالهروب من الأجسام المضادة، وهذه صفته التي تختلف عن المتحورات السابقة. ليش؟ لأنه في بروتينا سبايك، في طفرات تجعله قوي بالهروب من المناعة. احنا بنعرف انه اللقاح يقاوم المرض، يقاوم الأعراض الخطيرة. مع الأوميكرون احنا بدينا في بداية نهاية الأعراض الخطيرة، تقريبا 85% من المصابين فيش عندهم أعراض أو عندهم أعراض خفيفة. في نفس الوقت التطعيم مهم، خصوصا عشان الضغط على المستشفيات وغرف الإنعاش، وزي ما احنا شفنا في 12% في العالم تقريبا تراجع بنسبة التوفيات، وهي علامات مهمة. يبقى لنا ان نوصل بأسرع وقت ممكن إلى المناعة الجماعية، وبنتأمل انه بشهر 6 و7، لأنه اليوم حاليا احنا موجودين في تقريبا من 65 ل 68% اللي عندهم مناعة بعد التطعيم وبعد المرض. بروفيسور فؤاد، العالم كله يتحدث الآن عن متحور جديد وهو دلتا كرون. هل هذا المتحور بنفس خطورة أوميكرون، وماذا عن سرعة انتشاره أيضا؟ بالنسبة لهاي المتحور الجديد، زي ما شفنا في المدة الأخيرة ظهر في فرنسا، ظهر في متحورات ثانية، بس حسب رأيي آخر متحور اللي هو سوف ينتشر عالميا حسب يعني البحوث الطبية اللي هو أوميكرون. وإحنا بنعرف إنه كل متحور بأخذ محل المتحور السابق. دلتا أخذت غطت متحور ألفا، أوميكرون غطى متحور دلتا، واليوم إحنا في بداية نهاية الأعراض الخطيرة، وفي تعايش مع الفيروس وتعايش فيروس كورونا مع الإنفلونزا. عشان هيك لازم نستمر في 3 نقاط المهمة: الوقاية، الأدوية أول 5 أيام، والتطعيم، التطعيم للجميع. أشكرك شكرا جزيلا بروفيسور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، شكرا جزيلا لك.